مرة جديدة يغيب حاكم مصرف لبنان رياض سلامي عن جلسة اللجان النيابية المشتركة رغم الطلب الملح الذي رفعه النواب إليه في الجلسة الماضية. غياب سلامي هذا أرخى بثقله على مداولات النواب، فاستخفاف حاكم المركزي أرخى بظلاله على الجلسة التي ناقشت كابيتال كنترول قبل أن يرحل إلى الغد. كل ما نوصل على هيدا البند، ما بدي أخفي عليكم، صارت واضحة عدد كبير من السادة النواب مع وعدد كبير ضد، عدد بده يقره وعدد ما بده يقره، وفي ناس بيقولوا بدنا نقره ولكن بدنا نربطه بمشاريع بقوانين أخرى وبخطة التعافي. آخر مرة نحن صحيح أنا من هون أعلنت وقت اللي رفعنا الجلسة لأنه كان في مطالبة لحتى نشوف شو هي خطة التعافي تبع الحكومة. بدي أرجع أكد، خطة التعافي اللي عملتها الحكومة لا تقر بالمجلس النيابي ولا يجب أن تناقش. مش كلمة يجب، فينا نناقش وحق النواب يطالبوا بالمناقشة إذا بدهم، ولكن منا شرط، لأنه هيدي خطة التعافي بتقوم فيها الحكومة والحكومة مسؤولة عن تنفيذها مش المجلس النيابي. وقرينا من جدول الأعمال مشروعين قانون إجوا من الحكومة ومشاريع قوانين إلى علاقة بالصرف الصحي وبالطرقات والعمال اللي هن بأمنوا تمويل من صندوق الكويتي ومن البنك الأوروبي لمشاريع طرقات عديدة بكل الأقضية بكل لبنان. الأوتيفي سألت بعض المعنيين عن موقفهم من الصيغ المقدمة وكواليس النقاشات، حيث بات من الملح إنهاء البحث في الكابيتال كنترول وأن يقر بما يتناسب مع خطة النهوض الاقتصادي التي لاحظت ضمنا مطالب صندوق النقد الدولي. أقرار الكابيتال كنترول مبارح قبل اليوم هي بديش تقاش، يبقى أنه الصيغة التي يجب أن تناقش أو يعني أكثر من صيغة طرحت، المنطق يقول أنه يجب وضع ضوابط للتحويلات للخارج، يعني أنا الأوان أنه يكون في هناك موقف واضح من الجميع بضبط هذا الملف، لأنه هذا شرط لتأمين نوع من الاستقرار النقدي بالعملة الصاعدة مصر لبنان، هذا شرط إصلاحي إن صح التعبير، وكمان بتصور هذا المطلب بالمطالب المطروحة على جدول أعمال بينه وبالفوضات بينه وصندوق الدولة. فإذا كان هناك في مشكلة بمسألة السحوبات الداخلية، وللأسف يعني على طول عم تكون وجهة النظر المطروحة تخدم المصارف وليس المودعين، خلينا نأجلوا ذاك الموضوع من أجله. أساسا المصارف مش مقصرة بالهركات على اليمين والشمال. بتمنى تلاقينا باقي الكتل حتى نقدر نقره لاقتراح القانون باللجان المشتركة وصولا لإقراره بأول هيئة عامة، لأنه نزيف الأموال لا يزال حاصل، لا يزال بعض النافذين وبعض المصرفيين وبعض السياسيين يقومون بتحويل ودائعهم على حساب ودائع الناس. ربط الكابيتال كنترول بقوانين أخرى وبهيكلة المصارف وبخطة التعافي وكل ما إلى ذلك هو النية منه عدم إقراره وزيادة بعض المواد والفصول على هذا القانون لغاية ربطه بغير قوانين هي بتخفي نية عدم إقراره لاستمرار تهريب الأموال. نحن موقفنا واضح جدا بصيغته الأساسية، ضبط التحويلات بصيغتها الأساسية وإقراره اليوم بصيغة يلي بتحد من نزيف الأموال. فهل سيقر الكابيتال كنترول غدا أم أن الإرادة السياسية لا تزال غائبة كغياب الحاكم عن حضور الجلسات النيابية وبالتالي الاستمرار في استنزاف ودائع اللبنانيين وتهريب أموال النافذين؟